يا خوتي المغاربة داخل وطن خارج وطن، أنا بغيتكم تعاونوني. السلام عليكم ورحمة الله متابعين قناة هاني أم يحيى، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو الجديد، واللي كنتمنى أن هذا الفيديو يطلع بزاف ويشوفوه بزاف ديال الناس. كما لاحظتوا شفتوا العنوان شفتوا الصورة، أنا هاد السيدة هادي ما نكذبش عليكم شفت لا فيديو ديالها اليوم صدفة، يعني كنت كنتفرج عادي ولقيت الفيديو ديالها، واحد الفيديو اللي كيألم وكتبكي بحرقة على الولد ديالها اللي ما نقدرش نقول عليه ولدها، اللي تخلى عليها وقال لها خرجي قلبي على الكرة، وعاد مرت ولدها انتفاتها. مهم بزاف ديال الحوايج، غادي تشوفوا لا فيديو نخليه لكم مباشره، غادي تسمعوا مسكينه شنو قالت، وفعلا فيديو صعيب انكم تشوفوه، خصوصا الناس اللي عارفين قيمه الوالدين، قيمه الوالدين اللي ما عوضها حتى شي واحد، وما غاديش تعرفوا القيمه ديالهم حتى غادي تفقدوهم. هاد الام هادي اللي كتشوفوا قبالتكم هنا، راه كما كتلاحظوا راه كانت دايره لايف، كانت دايره جارتها مسكينه دايره لها لايف هنايا في الصفحه ديالها، سميتها خالتي نعيمه، والتيك توك ديالها نعيمه فلوغ، هنا كانت دايره اللايف، وكما كتلاحظوا راني هنايا معيطه ليها، راني كنت كنهضر معاها هنا مباشره في اللايف، ها هي القناه ديالي لتحت، فمسكينه انا كنت كنهضر معاها وقلت لها حسبينا حنا وليداتك، وكانت كتردد عليا مسكينه وفرحانه، قلت لها اللي في جهدي غادي نديرو، اول حاجه اللي نقدر نديرها انني غادي نتكلم عليك في القناه ديالي. فرحت مسكينه بزاف وبقات كدعي معايا كما كتشوفوا في الفيديو، للاسف اللايف تسجل ليا بلا صوت، انا سجلته ولكن فاش دخلت لقيت الصوت ما كاينش في اللايف، ولكن ماشي مشكل، المهم ان الرساله ديالي توصل لكم، وهاد الام هادي محتاجه فعلا بحال هاد الناس هادو محتاجين المساعده. المهم انا تكلمت عليها في هاد الفيديو، غادي نخلي لكم القناه ديالها دابا، وان شاء الله سولت عليها، هي كاينه في مدينه الدار البيضاء، وغادي ندير جهدي ان شاء الله وغادي نزورها. كنتمنى انكم تشوفوا هذا الفيديو حتى للنهايه باش تفهموا المشكل شنو هو، وتعرفوا هاد الام خالتي نعيمه انها محتاجه فعلا المساعده. كما كتلاحظوا متابعيني، فهذه هي الصفحه ديال خالتي نعيمه ديال تيك توك، هنايا صدفه كنت كنطلع في تيك توك في الفيديوهات، فتفاجات انني لقيت لا فيديو ديالها اللي مسكينه كتبكي فيه بحرقه، واللي ألمني الصراحه، ما قديتش كاع ندوز لشي فيديو اخر اللي هو هذا، شوفوا معايا. يا خوتي المغاربة داخل وطن خارج وطن، أنا بغيتكم تعاونوني، أنا راه ولدي قال لي سيري قلبي على الكرة، أنا كنت صحيحة كنمشي نخدم كنجيب ليه، أنا كنخدم ونجيب ليه، مبقيتش كنخدم، مقداش نخدم، قالك سيري أمي، مرتكم جات فيا وعزاها الجارة شاهدة عليا، جراني من راسي، وفي الآخر كساندها هي وخلى عليا أنا اللي مهمتو، اللي لبستو الغالي، مكنتش كنلبس الغرير، كنلبسو شنغير رخيص، كنلبسو عين غالي، وفي الآخر شد مراسو قال لي سيري قلبي على الكرا، أنا مبقيتش أوليدي دابا لي الله شهر باش مركزو في الخدمة، هانتوما كتشوفو، هاهو يديا شفتوها هي يديا، عندي هاد الصبع الكبير خرج ليا أنا دم تامر، مبقيتش كنقدر نتحكم فيه، ما نقدر نخدم هاد الناس، نضيع ليهم معانهم نهرس ليهم شغالهم، كيفاش غندير؟ قال لي قبري راسك، واش هذا حق ولا باطل؟ المرا كامشة ليا في راسي، واش راني مشيت جريتها عندي شادة وأنا شادة، جريتها عند الباب، تحليت الباب، عيطت للجارة، قلت لها شوفي حالتي، حرام هادشي، واش كاين شي أم كتكون هادشي؟ نهار بالكتب هاد الخدمة يبقى بغاها حتى واحد، أنا مزوقة فيكم، عاونوني في القناة ديالي، طلع ليا نمشي نكري. الحمد لله والشكر لله. كما لاحظتم متابعيني، ما كنظنش شي ابن او لا ابنه يشوفوا بحال هذا الفيديو هذا وما يتاثرش، فما كتبش عليكم انا فاش هذا الفيديو بكيت وبقات فيا بزاف وحسيت بواحد الاحساس خايب، خصوصا الام، الوالدين راه ما تقدرش تشوف الدمعه ديالهم، ما تقدرش، مستحيل الا لكان مسخوط الوالدين او لا مسخوطات الوالدين، بكل صراحه، وهذا هو الاسم اللي خصهم يتسموا به.
حشومة كاع كيفاش أم رباتك 9 شهور وانت في كرشها وولداتك ضربت عليك تمارة داواتك لبساتك وفي الاخر تقولي خرجي تكري وتشد في يد مراتك، فحشومة حشومة وعيب وعار. انا صدفة قلت لكم لقيت الفيديو ديال هاد السيدة هادي اللي ألمني بزاف، فالحسن الحظ لقيت لايف في نيت هنا في تيك توك داير اللايف، الجارة ديالها الله يسهل عليها وكنوصل ليها حتى هي سلامي الكبير اللي تلقات طلب الاتصال ديالي وهضرت معاه مباشره في اللايف، ووعدت انني نحط لا فيديو ديالها في القناه ديالي الرسميه هاني ام يحيى، وانني غادي نتكلم عليها وغادي نطلب الناس والمتابعين ديالي. كنتمنى بكل اعماق قلبي انكم تفرحوها. الا مشى عندها غير 1000 مشترك من القناه ديالي اللي فيها الحمد لله مشتركين كتار، الا مشاو غير 1000 اللي عندها فغادي تكمل ان شاء الله الشروط ديال اليوتيوب وتتبعوها. وانا متاكده الا دخلتوا فيديو واحد غادي تبغيو تتبعوها دائما حيت تستاهل. خالتي نعيمه هي اللي تستاهل اننا نساعدوها وندعموها، اللي ما قدرش يساعدها ماديا او لا شي مساعده كيمشي عندها ولا هذه، فاضعف الايمان انكم تشتركوا في هذه القناه ديالها اللي غادي ندخل ليها دابا. ها هي هنايا في اليوتيوب ممكن تدخلوا عندها، هذه هي القناه ديالها، وتشتركوا عندها وتدعموها وتفرجوا في لي فيديو ديالها. وكنتمنى انكم فعلا فعلا تساندوها، عندها فيديوهات زوينه بزاف تستاهل المساعده تستاهل الدعم. بحال هاد الام هذه هي اللي خصنا نساعدوها، خاصة مسكينة غير باش تكري، ما طالبهاش شي حاجة اللي كتيرة وتعيش عيش كريم هي وراجلها مسكين اللي مريض وبنتها كذلك. كنتمنى انكم تفرحوها وتدخلوا عندها وتساعدوها. عيطت لها مسكينة في اللايف هضرت معاها وبقات كترضي عليا وقالت لي كلام اللي عجبني بزاف وكلام اللي فرحني، ووعدتها انني غادي ان شاء الله ندير المستحيل وغادي نمشي نزورها ان شاء الله في الدار البيضاء. علاش لا، واي مساعدة نقدر نديرها غادي نديرها ان شاء الله مع هاد السيدة هادي حيت تستاهل بكل المقاييس صراحة. كنتمنى انكم تفرحوها وتقولوا لها شفنا لا فيديو ديالك وشفنا الاسم ديال قناتك عند اخت هاني ام يحيى وجينا عندك وتفرحوها، وان شاء الله يا ربي في هذا الاسبوع نلقاها مكمله 1000 ابوني ومكمله السويعات وان شاء الله تبدا تحقق الربح ان شاء الله يا ربي، وترجع لها الابتسامه. قبيله في اللايف فاش هضرت معاها فواحد شويه بدينا كنهضروا وابتسمت وفرحت بزاف، قلت لها خالتي نعيمه داك الضحكه ديالك فرحتني فعلا، حشت الفيديو اللي كتبكي فيه ألمني بزاف. كنتمنى انها تبقى ديما ضاحكه وديما انكم تفرحوها وتساعدوها، تنتم اضعف حاجه ديروها اقل حاجه هي انكم تشتركوا عندها في هذه القناه. شكرا لكم بزاف بزاف متابعيني قناه نعيمه فلوق. غندير معكم اي شيء اي حاجه انا اللي راه غنشاركها معكم كبيره صغيره خيبه زينه، وكنتمنى طلعوا لي القناة ديالي وديروا المشاهدة وديروا جيم وديروا لايك. نتمنى تكون خفيفة على قلوبكم، وهذا سي فضل ليس أمر مني ليكم. نتمناكم تكونوا معايا وتعاونوني، أنا درت هذه القناة باش نعاون بها راسي ونعاون بها وليدي. نسيوني شوية في المشاكل اللي أنا فيها والظروف اللي أنا فيها، والحمد لله والشكر لله. ديك الألف ديال أبوني الله يحفظكم الله ينصركم، بغيت القناة ديالي تطلع ليا وتابعوني إن شاء الله منين نكمل إن شاء الله تابعوني. كما كتشوفوا راه العافية بحال هاد العافية راه متخليش تسير ديري بيت شوا مزيان، ضروري خصها تطفى بحال كما تنقولوا بولفاف. كل واحد اش كيقول، كاين اللي كيقول بولفاف كاين اللي يقول السنار كاين اللي يقول كل واحد اش كيقول ليه، يعني نشعلت العافية ما كيطيبش داك الشيء زوين، وانا مضاربة مع العافية باش نطفيها. ايوا مزيان الحمد لله، داير الفاخر ومع البرد كيشعل الفاخر مزيان. اذا متابعين هذه القناه ديال خالتي نعيمه نعيمه فلوغ، كنتمنى انكم تفرحوها وتفرحوني حتى انا، تستاهل والله حتى تستاهل مسكينه، وواحد المره اللي قلبها طيب وعفويه وبحال هذه القنوات اللي خصنا نساعدو. شكرا لكم لحسن المتابعه، السلام عليكم.